مجتمع سلم عبد الرزاق مغري في خطاب له خلال الندوة الوطنية لمنتخبات الحركة بالمقر الوطني للحزب المرادية، دعا المرأة الجزائرية إلى الحرية والتخلص من هيمنة الرجل في حياتها اليومية. التفاصيل في ميكروفون طاهر بن زين. بالضيفة الكريمة الأستاذة. اليوم نص المجتمع نساء، نص المعلمات والله أكثر نساء، نص القضاة نساء، نص المحاميات النساء، ربما مش عارف نص الصحفيات ربما نساء. أنتن نصف المجتمع، ما تعيشوش في ظل الرجال، ما تقبلوش الرجال يشيخوا عليكم في حياتكم، خذوا أمركم بيدكم. وبخصوص تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي اعتبر حرب الإبادة في أحقاب الاستعمار من ضروريات الحرب، وهي التصريحات التي تلت زيارة كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين مؤخرا لولاية سطيف، اعتبر عبد الرزاق مقري أن الزيارة محاولة لاستغفال الشعب الجزائري الذي لن يقبل إلا بالاعتراف وبالاعتذار وبالتعويض. إظهار البكاء على 8 ماي 45، احنا نقولوا له الجزائريون لن تستغفلهم بهذا، الجزائريين يطالبون بالاعتراف والاعتذار والتعويض. والتعويض. الجزائريون يطالبون بالاعتراف بالجرائم والاعتذار عن الجرائم وبالتعويض. شتو هولاند وش قال في دردشته مع الطلبه؟ قال ما كانش